في دعوات كتيرة جدا اليومين اللي فاتوا لمقاطعة السلع اللي أسعارها بقت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وشفنا اللي حصل في بورسعيد وأسعار السمك، خصوصا أنه في مجهود كبير جدا بتبذله الدولة والحكومة المصرية عشان توفر كافة المواد الخام والإفراجات الجمركية اللي بتقلل من تكلفة الإنتاج، وبالتالي من المنطقي والمفروض أن ده يسمع في أسعار السلع. يعني عايزة أقول لك يا محمد أنه في 11 محافظة تانية بتتضامن مع بورسعيد، وحملة المقاطعة دي وصلت ليهم كمان، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حملات المقاطعة لطالة الأسماك ومدى تأثيرها الإيجابي على انخفاض الأسعار في السوق المحلية. معنا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير استاذ محمد. صباح النور يا فندم. يعني عايزين نعرف من حضرتك ايه هو التأثير الإيجابي من مقاطعة المنتجات اللي أسعارها بيبقى مبالغ فيها؟ هل الأسعار دي أو المقاطعة دي هتجبر التجار إن هم يخفضوا السعر؟ طبعا في البداية خلينا أقول إنه المقاطعات بتكون عبارة عن حالة من التعبير عن الرفض التام للشارع العام لحالة غلاء الأسعار اللي بيستغلها بعض التجار، وبالذات التجار اللي عندهم يعني عملية جشع التجار. وأعتقد إنه دي يعني ظاهرة إلى حد كبير جدا جيدة، وأتصور أن الشارع المصري لديه الثقافة الكافية الآن إلى الوقوف بجانب الحكومة في مواجهة عمليات ارتفاع الأسعار الناجمة عن التسعير من التجار وليست ناجمة عن موجات تضخم. الموجات التضخمية الآن وفق الرصد في طريقها إلى الانخفاض. يعني إحنا ما فيش ندرة عندنا في الأسماك، خلينا نقول في الأول، يعني المفروض أنه سبب ارتفاع الأسعار يبقى بسبب ندرة، إحنا ما عندناش الندرة دي. احنا ما عندناش نظرة في الأسماك، وما عندناش نظرة في بعض السلع الأساسية. لدينا معدلات اكتفاء ذاتي في مصر وفقا للإحصائيات والأرقام المطروحة بنسب مرتفعة، لكن عندنا مشكلتين بيواجهونا. المشكلة الأولى أنه ممكن يكون في بعض الحصادات الزراعية الفترة ما بين عروتين أو ما بين موسمين يحصل مشكلة، أو عندنا مشكلة تانية هي مشكلة السلاسل المتعددة لوصول السلع للمستخدم الأخير، وبالتالي بيبقى فيه ارتفاعات أسعار كتير جدا وتسعير غير منطقي لبعض السلع. الدولة بتحاول من جانبها أنها ترصد هذه الزيادات وتواجه هذه الزيادات وتجري اجتماعات مع السادة المسؤولين في الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني حتى تستطيع السيطرة على الأسعار، ولديها أيضا أدوات الرقابة. كذلك أداة الرقابة الأخرى هي المقاطعة الشعبية. طيب في بعض الأحيان عن المقاطعة الشعبية دكتور يسري تكون محسوبة بآليات معينة وبثقافة المقاطعة المحترمة. بالضبط، عن المقاطعة الشعبية، وهي ورقة مهمة جدا في إيد الناس، ودرس اللي احنا شفناه بورسعيد ده درس لجشع التجار، درس حقيقي طبعاً المواطن المصري قدمه. السؤال بقى هنا يا فندم، إلى أي مدى الدرس ده ممكن يستمر؟ يعني الضغط الشعبي ده ينسحب مش بس على سلعة مهمة جدا زي الأسماك مثلا، على سلع أخرى زي اللحوم، الدواجن، البيض غيره، واللي احنا بنشوف فيها أسعار مرتفعة جدا. إيه اللي يضمن لنا احنا أنه مع سلاح المقاطعة دي هيستمر انخفاض الأسعار ويستمر الضغط على التجار ومواجهة جشعهم؟ طيب طبعا بكل تأكيد، يمكن ربما يعني لاحظ الناس انه خلال 24 ساعة كان يعني النهاردة في وسائل التواصل الاجتماعي في سوشيال ميديا، صحيح، اعتقد انه 11 محافظة تنضم للمقاطعة. انت بتتكلم على اكثر من 50 مليون مستهلك تقريبا في 11 محافظة او اكثر، وبالتالي انت بتقول لكل الشارع التجاري اللي بيستغل المواطن احنا هنرفض هذه السلعة. واعتقد ان رفض السلعه بيسبب خسائر كبيره جدا لكل سلاسل الانتاج بهذه السلعه، وبالتالي اعتقد ده بيؤدي الى مباشره اعاده النظر في التسعير، ربما يعني الى اسعار او نسب تصل الى 40 و50% انخفاض. اعتقد المتابع والراصد للحركه خلال ال 24 ساعه الماضيه وجدوا ان في هناك انخفاض في اسعار الاسماك في اسواق بورسعيد وصلت الى 40 الى 50% انخفاض.
بعض التجار يعني ذكر انه كان بيبيع في اليوم الواحد ما يقرب من 20,000 جنيه ما باعش ب 2000 جنيه في اليوم، وبالتالي شفنا بالكاميرات ازاي الشوارع في او الاسواق التي كانت تعج بالمستهلكين. هناك بعض المواسم زي موسم يعني تخليل الاسماك وتمليح الاسماك علشان يعني موسم شم النسيم، اعتقد انه هذا الشعب العظيم اللي كان بطل العبور في الاصلاح الاقتصادي ويتحدث عنه السيد الرئيس وكثير جدا في مواقفه زي موقف الرفض الشعبي الان الى بعض السلع، اذا امتدت هذه الثقافه بطرق محكومه وبطرق محسوبه بالتالي ممكن ان نواجه اي ارتفاع اسعار في سلع اخرى اذا كانت دواجن او بيض او الاخر بسعر اساسيه. لكن هنا عايز اقول انه الناس كثير جدا كانت بعض الابواق بتلوم على تدخل الدولة دوما في الانتاج وازاي والقطاع الخاص بيلوم. النهاردة الدولة عندما تدخل في الانتاج وتدخل في المشروعات الكبرى في المزارع السمكية الكبرى كانت هذه التدخلات تحسبا لمثل هذه المواقف، الآن ربما يجد المواطن في جميع أشكال التوزيع التي تمدها الدولة عبر شركات كبرى وعبر الانتاج المزارع الكبرى ربما تحاول بقدر المستطاع سد هذه الثغرة في فترة وثقافة المقاطعات، ربما تحاول الدولة أيضا التفكير في المزيد من المشروعات الانتاجية في السلع الأساسية حتى تكسر الموجة الاحتكارية. هناك ثقافة مقاطعة وكسر موجة العربات المتنقلة طبعا التابعة للدولة. يعني في كلام كمان بيقول ان في بورسعيد الاسعار فعلا ابتدت تنزل بنسبه 50% البوري من 120 ل 60 جنيه النهارده، هل الكلام ده صحيح؟ بكل تاكيد، يعني يمكن انا كلمت بعض الاخوه الزملاء في بورسعيد وفي تواصل مع بعض المحافظات، اعتقد انه الكلام فعلا دقيق والرصد سليم، وانا بقول وبؤكد انه يعني ربما إذا نظرنا المجتمع الدولي أيضا فثقافة المقاطعة يعني استخدمها كثير جدا من الدول المتقدمة لبعض المنتجات وبعض السلع وبتجيب نتائج إيجابية وسريعة جدا على الفور، لأنه في الأخير التجار وكل من يعملون في التجارة أو من يعملون في سلاسل معينة ويحاولوا بقدر المستطاع في ظل عدم وجود آليات للأسواق بشكل محكم استغلال هذه الحالة ضد المواطن، وأعتقد أن الأسعار في طريقها للانخفاض في قطاع الاسماك، وربما اذا امتد الامر الى قطاعات اخرى سنجد ونشهد ايضا نتائج ايجابيه متعدده في العديد من السلع الاساسيه، ويمكن ده شيء يعني بيساهم ايضا فيه المواطن في التعرف او المساعده على الرقابه على الاسعار. انا بعتقد من وجهه نظري انه يعني ربما هذه الثقافه اذا انتشرت في العديد من السلع سنصل إلى معدلات منخفضة في الأسعار تصل إلى 50 و60% في معظم السلع المتداولة في جمهورية مصر العربية. أنا في تصوري من وجهة نظري إنه حالة الطلب وحالة الاستهلاك اللي كان موجود عليها الشارع المصري ما كانش بيؤدي إلى نتائج إيجابية في انخفاض الأسعار. التجار بمجرد ما بيرفع السعر وبيلاقي إقبال وما بيلاقيش حدود إلى سقف رفع الأسعار أو التسعير، فبالتالي بيبقى عنده يعني فرصة كبيرة جدا إنه يحقق معدلات ربحية مرتفعة، لكن ده بالتأكيد بيؤدي إلى ضرر المواطن. النهارده المواطن بيقول للدولة وبيرفع صوته وبيقول للدولة إذا كانت الدولة والحكومة بتجري كل يوم اجتماع أو اجتماعين، إذا عملت الدولة النهارده كمان، وخليني أشكر هنا وأنا موجود معاكي ومعاكم على صباح الخير يا مصر اللي فيه الان يعني عملوا البرنامج اسمه رادار رصد الاسعار، يستطيع ايضا المواطن انه يدخل يسجل ويكتب ويقول منطقته ايه والسلعه ايه وسعرها كام وشايفها في كذا مكان فين. الدوله بتحاول تستخدم كل التطبيقات التكنولوجيه ايضا جميل. للوصول والمتابعه ومشاركه الجميع في المجتمع المصري في ده بياكد كمان يا دكتور يسري هنا حيويه واهميه دور المواطن. هنا المواطن مش متلقي سلبي بس، لا ده متفاعل ومشارك وآلية ضبط السوق بتبدا من المواطن اولا زي ما حضرتك قلت اهميه نشر هذه الثقافه. سؤال لحضرتك، ترد بايه على بعض الاصوات اللي بتقول ان التخفيض او الانخفاض ده هو انخفاض وقتي ومع الوقت الاسعار هترجع تاني وهتزيد ويزيد سعر السمك مره تانيه، هل الكلام ده صح ممكن نشوفه الايام اللي جايه؟ هي فكره ان انخفاض وقتي اعتقد انه احنا عندنا الادوات والاليات، كان طالما الانخفاض تم
طب ده انخفاض كان اسبابه ايه؟ هذا الانخفاض اسبابه انه في كان في جزء معين من ارتفاع الاسعار، فبدا التاجر يتنازل سواء التاجر الكبير او التاجر الوسيط او التاجر التجزئه، يتنازل عن نسب الربحيه وهوامش الربح اللي كانت محطوطه بسعر مرتفع، وبالتالي الانخفاض سيستمر. الامر الاخر انه احنا عندنا اسباب انخفاض الاسعار، بنبدا بقى في هذا التوقيت الدوله بترتقب ايضا انفاسها، بتواصل في الادوات المتخذه مع الادوات الانتاج وتوفير ادوات الانتاج ورفع الضغط على ادوات الانتاج، وبالتالي زياده حجم المعروض مع ثقافه المقاطعه يقدر يخلي هذا الانخفاض انخفاض مستدام. الانخفاض المستدام ياتي من زياده انتاج وثقافه استهلاك، وبالتالي وفرة السلع. عندما يتوافر العرض ويقل الطلب بالتأكيد الأسعار هتقل إن شاء الله. إن شاء الله ده هنشوف. وهذه قضية ربما تستمر في أكثر من سلعة، يعني صحيح. أنا شخصياً سعادتي بالغة جداً بهذه الصحوة. صحيح. مع يعني ربما أتمنى أن تصل السلع الكهربائية، أتمنى أن تصل إلى ده اللي بيتمناه الشارع المصري وبيتمناه كل المصريين دلوقتي، إن إحنا نشوف ده إن شاء الله ضربة البداية. كانت من بورسعيد و11 محافظه بتنضم، وان شاء الله نشوف يعني انخفاض لاسعار كثير من السلع سواء الغذائيه او حتى الكهربائيه وغيرها في محافظات كتير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. صباح الخير على حضرتك.